منهم أفضل. قوله ولكلهم أي لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قدر أي منزلة، والقدر هو مقياس الشيء وضابطه. يقال هذا له قدر أي له مقياس وضابط. قوله علا أي عظم وكبر. قوله وفضائل جمع فضيلة، والفضيلة ضد رذيلة، ضد الرذيلة. وقد تقدم ذكر بعض فزائل الصحابة رضي الله عنهم. حسبك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على نبيه الهادي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر علا وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم تمن سارني صحابا شو قدر منزلة علا يستا زاد بلنشا، تمن سارني صحابا شو أهل السنة والجماعة النزديق، أك بلند قدر بعظيم فضائل. ولكلهم يعني لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هند أصحاب شو جاهي سبت على درجك صحابي استن، يا أدنى درجك صحابي استن، ريت إكس شخصس يمسنش أسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبة ثابت جي، تمن صارني متعلق شو أسنش اعتقاد. ولكلهم قدر، يعني تمن صارني شاك قدر كتشوانان إيش منزلة مرتب احترام. والقدر هو مقياس الشيء وضابطه، قدر شيسوانان كوني تشيزوك مقياس، كوني تشيزوك ناب، كوني تشيزوك سو مطلب مين خطر آلة استعمال شمان كرن تحتش اسمنا القدر. وضابطه يقال هذا له قدر، والنشوان عربي الزبان أندر سفلين شخص شو قدر، يعني تمشو كاحترام، تمشو منزلة، تمشو مرتب. على يعلو علو، ولو شوانان بلند قصن، على بمعنى ارتفع، على مطلب جو ارتفع بلند قصن. ولكلهم قدر على وفضائل، فضائل شو فضيله جمع، فور الفضيلة شو ضد الرذيلة، شوانان الرذائل وضده أو ضدها الفضائل، رذيله جمع شو فضيلة، والرذائل تم جمع شو فضائل. رذيلة شو برخصلت يا برصفت، أو فضيلة شو تات برعكس. ولكلهم قدر على وفضائل، يمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب شو تمن شو عظيم بلند منزلة تبلند فضيلة. نعم، لكنما اقرأ. قوله لكنما، لكن حرف استدراك. قوله الصديق منهم أفضل أي أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، والصدق صيغة مبالغة. صيغة مبالغة من الصدق. والصدق ضد الكذب، ومنه قوله تعالى والصدق هم ضد الكذب. كذب أم كذب.
كذب. زد الكذب. ومنه قوله تعالى وأمه صديقة، أي مبالغة في الصدق. أي بالغة. إيش؟ أي مبالغة في الصدق. نعم، مبالغة في الصدق. لكن الصديق منهم أفضل. الصديق ونتشيم بيان كران أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيان فران منهم تمشي يمو صحابه أندر صار بكت زاد أفضل. ابن تيمية رحمه الله يات منظومة هس أندر يات بيتس أندر أكس أهم بلكي بعض أهم مسائل متعلق نشان دهيت إشارة ديوان يمن أندر شو أك إشارة يو كنزي من جملة يم صحابة شو تمن متعلق شو سون اعتقاد زي تمن صارني صحابا شو أك عظيم فضيلة أخ عظيم مرتب. الخطيب البغدادي رحمه الله شو كتاب الكفاية هس أندر بيان كران دموشو كتاب الكفاية هس أندر صحابا هندس عادل آس نسبت يا صحابا هندس عدالة تسبت أكباب مكرر كرمت ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة. تمشي بيان كران كي الله تعالى أنت رسول رحمة صلى الله عليه وسلم يو الصحابة هندي كتر تعديل بيان كر يعني الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنزري صحابة كمو أندر عدل وأندر عادل وأندر آت بارس منزكم أخبار آمس بيان فرمون آت بارس منزكم مسائل بيان كران لا يحتاج إلى سؤال عنهم كهون انت حاجة شان اكس مسلمانس زي السؤال صحابا متعلق سوال كران صحابا هندس عدالة متعلق سوال كران زي فلان صحابي يشو كا يشا عادل كن يشون عادل كا نا يسوال شن قط انت مسلمان سندقات جائز هرجز تجائز كين تلك بيان كران وإنما يجب في من دونهم بلكي عدالة متعلق سوال كرنشو يشو واجب اكس مسلمانس تمن متعلق برسن تمن متعلق سوال كرن يم صحابو بات آساني ما كهت اندر سند اندر مثلا اگر النبي صلى الله عليه وسلم كا قول بيان شكران فاتش صحابي والصحابي اسبت يمتي ات اندر ات سند اندر رجال اسن رواة اسن تمن رواة متعلق شو واجب زي اخ مسلمان اسي تهندس عدالة متعلق question كران سوال كران بيان كران يستي حديث متصل سند اسي يمي سند ملت اسي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم انتام لم يلزم العمل به بيان كران لازم شون زيات حديث اسبت كرو اس عمل اگرچه سند كي آس متصل تي آس سند آس برابر اخ آس بيس نش بوزان رلت ام پت تشن تيت سکالس ات حديث اسبت عمل لازم يت سکالس ن اسي كي آس الا بعد ثبوت عدالة رجاله يت سکالس ن ات سند اندر وارد اشخاص نهز عدالة أس ثابت قاس بيان فرمان ويجب النظر في أحواله واجب شو مسلمانا هند كتر كي تيم آسن يمن سارني رواتا متعلق يا كران تيم آسن بحث مباحثة كران تيم آسن يمن متعلق وشان زي يمشها عادل كين يمشن عادل كين مگر بيان فرمان سوى الصحابي سوى كمس سوى صحابيس يو صحابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتام واتناوان آسي تكازي لأن عدالة الصحابة ثابتة تكازي
صحابنهز عدالة ثابت معلومة صحابنهز عدالة معلوم كم يصير يس الله تعالى هنتهز تعديل قرآن كريم أندر بيان شا كرمت ورتم أخبار يم الله تعالى هنتهز طهارة متعلق تتهندس فضل متعلق تتهندس آلي درجة متعلق قرآن كريم أندر بيان كرمت شا يمن أندر تري آيت شا يم تري آيت بريح تكس مسلمان كم سيكم ياد غسن آسن الله تعالى بيان فرمان مالي فاي شو الله تعالى ترين صنفاً أندر تقسيم كرام بيان كرام للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمالي فاي كه دي خطر شو نمبر آك للفقراء المهاجرين يشتي من فقير مهاجراً هند خطر الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يم پنيو غرو نش تپنيو مالو نش بدخل کرت آئي کرت سن إنس كيا تلاش اس امو تري پنن گر ور اتي پنن مال وال يبتغون فضلا من الله ورضوانا امو ترو پنن گر بار امو ترو پنن مال الله تعالى سن فضل اسم تلاش کران يمس الله تعالى سن رضا من دي تلاش کران وينصرون الله ورسوله يمشي الله تعالى اس مدد كرن ويل يمشي رسول سند الله تعالى سند رسول اس مدد كرن ويل اولئك هم الصادقون يمشي بزيل جو يات آيات اس اندر آو مهاجرين المتعلق بيان كرن ام پت بيس آيات اس اندر الله تعالى بيان فرمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم بي تملوك يشو كمان متعلق يسير دريم آيات شا يا آيات شا تمن متعلق يمن اس أنصار ونانشو والذين تبوأوا الدار والإيمان يشو تمن متعلق بي تملوك تبوأوا الدار والإيمان يم يمو وطن اختيار كوريا غر اختيار كوريا ايمان اختيار كو ركحت اندر مدينه اندر اور يمو هجرت مهاجرن هندي هجرت بروت كيا كور اسلام قبول كور يعني انصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يمن بروت كمان بروت مهاجرن بروت يحبون من هاجر اليهم يمشي تمن سيت محبت كران يم من كن هجرت كران ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بيان كران يمشن پنن سينن اندر كن قسم حاجة لبان يا كن قسم كرج لبان تات اندر يمن عطا كرنو يوان ويؤثرون على أنفسهم يمشي يمن ترجيح ديوان پنن نفسن پت ولو كان بهم خصاصة اگر چي يم انصار بانت غريبي اندر ت سوء حالت اس اندر آسن بيان فرما ومن يوق شح نفسه يسبن نفس كي چال لالچ نش بچاو ني فاولئك هم المفلحون تميشي كامياب يات آيات اس اندر او كمن متعلق ون انصار متعلق ون ام بچو الله تعالى بيان فرمان والذين جاءوا من بعدهم مهاجروا تا انصاروا باتيم آي باقي صحابة والذين جاءوا من بعدهم يم إمن بات آي يقولون يم وانان اس ربنا اغفر لنا إحسان رب ذكر اس مغفرت ولإخواننا بإحسان تمن باين مغفرت الذين سبقونا بالإيمان يم إيمان الناس أندر اس سبقت كر ولا تجعل في قلوبنا غلا زمتو الله سانن دلن أندر كن قسمج عداوت كوني قسمك حقد كوني قسمك بغز كهند خطر للذين آمنوا إيمان أنوالن هند خطر ربنا إحسان رب إنك رؤوف الرحيم إنك رؤوف رحيم إيمان ترين آية متعلق آية تري صنف بيان كرن إيمان ترين وني صنف المتعلق الله تعالى هن بيان شكر مت رضي الله عنهم ورضوا عنه يمغيتيم يمنش الله تعالى رشو
Or yim ki Allahu Teala aslında sorab aslında spert panın mağbudi barhaq aslında spert rüz. Atandar ay muhacirin ti, atandar ay ansar ti, atandar ay bakiya sari sahabat. Go gornuk yusun qawul çi şu Kur'an spert mabni. Ve li kullihim qadrun ala ve fadailu. Sarni sahaban ça qadro manzilat buland buland fazilat. Yiket kengi sabit. مهاجرا متعلق كرس اخ آيات بيان انصارا متعلق كرس بياك آيات بيان تبقية يم صحابة شت من متعلق كرس بياك آيات بيان ام باتيوس اشار ابن تيمية رحمه الله يت بيتس اندر ديوان شو سقو لكن ما الصديق منهم افضل مگر ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي تمشي يمو ساري بي صحابو اندر ساري قد زاد افضل ساري قد زاد فضل ود ات اندر شه تمو تفضيل اس متعلق كات كرمز يعني صحابا منز بعض صحابا بعض بقية صحابا پت كه دين ترجيح دين يا فضيلة دين فضيلة اعتبار ترجيح دين ات اندر كه شو اهل السنة والجماعة هنو دقيد علماء شو بيان فرمان كي أجمع أهل السنة إجماع شو أهل السنة هند يتشيز أسبرت زي أفضل الصحابة بعد النبي كي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم هند بات يمساري قد أفضل ترين صحابي شو مطلق طور بر تمشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر الصديق باتكم شو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورآت چیز اس پر چیوان اجماع نقل کرنا اور اجماع کم کم شو نقل کرمت ابو العباس القرطبي رحمه الله چه ات پر اجماع نقل کرن تمشي بيان کرن ولم يختلف احد في ذلك من ائمه السلف ولا الخلف ولا الخلف ولا السلف خلف ولا الخلف بيان كران كي آت مسألة أندر شنو سلفو أندر يا خلفو أندر كنسي إماما اختلاف ورمت بل كي متفق شسري أسلافو أندر تت خلفو أندر تي آت كاتي برزي أبو بكر الصديق شو نبي أكرم صلى الله عليه وسلم أن بات الساري كوت بهترين صحابي ورتم بات فضل أندر عمر رضي الله عنه تمشي بيان كران ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع بيان كران كي اس ديمون ديان تمن يا كا فاليو شنو كا اثر شنو تمن اقوالا هند يم اهل تشيع يعني شيعي حضرات يا روافض حضرات ولا اهل البدع يا بدعتي حضرات اتبارس اندر فنن خرافات فلاوان شو الإمام الشافعي رحمه الله تإمن علاوش بقية علماء إجماع نقل كران صحابا هند صحابا هند إجماع أتسوتي تابعين هند إجماع نقل كران يتبرزي أبو بكر الصديق رضي الله عنه شو أفضل الصحابة ورتنبت عمر رضي الله عنه البيهقي رحمه الله كتاب الاعتقاد أندر بيان كران كي روينا عن أبي ثور عن الشافعي أساسا رواية كرمز أبو ثور سنش تموشا الإمام الشافعي سنش رواية كاشا بيان كران الإمام الشافعي رحمه الله ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين صحابو أندر تتابعين وأندر شنو كاسي اختلاف كرمز كات أندر في تفضيل أبي بكر وعمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه سندس تفضيل أندر وتقديمها يتم مقدم كرنس أندر تمام صحابا بعد بل كي اختلاف أجر قمت شو اختلاف شو قمت يمتي اختلاف كر سجو علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه اسمه تعلق go god nuk chiz us zano so go as-siddiq radiyallahu anhu yimshi abu bakr as-siddiq timshi sahabu andar sari kot afdal tarin sahabi aur tam patch fazilat as andar iman daimis darjas pe umar radiyallahu anhu
مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیعت بیت اندر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق بیان کران. العلامہ الکمال ابن الحمام کتاب المسایرہ حسندر بیان کران فضل الصحابة الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة. من جملة يم خلفاء راشدين ش يم ساتس إهن ترتيب شوكات أندر فضيلة أندر تم شو بيان فرموان كي يمن صورن هنس فضيلة شتت ترتيب أسفر مبني يوست هنس ترتيب أسكات أندر خلافة أندر گو يوز گوڈنیت آسی خلیفہ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ افضل، یُس تَمہِ پَتہٕ خلیفہٕ آسہِ سُہ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ افضل، یُس تَمہِ پَتہٕ خلیفہٕ آسہِ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ افضل، اور یُس تَمہِ پَتہٕ خلیفہٕ آسہِ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ افضل. تِم چھِ بیان فرماوان کہِ اَمہِ فضلٕچ حقیٖقت کیاہ چھےٚ، اَمہِ فضلٕچ حقیٖقت چھےٚ یہِ چھِ فضیٖلت اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک، اور اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن اطلاع دیُتمُت اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ ہس اوس علم ابو بکر صدیق چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل، اور امہِ پتہٕ دیُت اللہ تعالیٰ ہن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن تہِ امِچ اطلاع، اور اتھ اطلاعس پٮ۪ٹھ مبنی چھُ یِوان وننہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سوال آو کرنہٕ صحیح البخاری تہٕ حدیث چھُ رِوایت کران عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، تِم چھِ بیان کران ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سوال آو کرنہٕ من احب الناس الیک من الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ ؤنۍتو مردو اندر کم چھُ تۄہہِ نزدیٖک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسندیٖد، تِمو کوٚر بیان ابوہا، کیاہ کوٚرُکھ بیان ابوہا، یعنی عایشہ رضی اللہ عنہ انہا سُنٛد والِد صوب یُس ابو بکری صدیٖق رضی اللہ عنہ چھُ. یِتھے کٔنۍ وتقدیمہُ فی الصلاتی علی ما قدمنا مع ان الاتفاق علی ان السنت ان یقدم علی القوم افضلهم علما، بیان کران کہِ سنت سۭتۍ چھُ ثابت یتھ پٮ۪ٹھ اتفاق چھُ تمام ائماہن ہُنٛد کہِ نمازِ اندر یی امامتس منٛز سُے مقدم کرنہٕ یُس علمہٕ اعتبار تِمن منٛز افضل آسہِ، قِراءت اعتبار افضل آسہِ، اخلاقو اعتبار اصل آسہِ، دیٖندٲری اعتبار تہِ اصل آسہِ. اور أسۍ چھِ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کٔرۍ تمام صحابو اندر کم مقدم امامت خٲطرٕ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ییٚمہِ سۭتۍ ثابت چھُ سپدان کہِ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ چھِ ساروی کھۄتہٕ افضل. یِتھے کٔنۍ چھُ صحیح حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری یس اندر چھُ یہِ روایت کران بیان کران كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، أسۍ ٲسۍ نہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس زمانس منٛز ابو بکر صدیٖقس برابر کٲنٛسے مانان، ثم عمر، امہِ پتہٕ ٲسۍ نہٕ أسۍ عمر رضی اللہ عنہس برابر کٲنٛسے مانان، ثم عثمان، امہِ پتہٕ ٲسۍ نہٕ أسۍ عثمان رضی اللہ عنہس برابر کٕہٕنۍ مانان. بیان کران ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ بقیہ صحابی پننِس حالس پٮ۪ٹھ ترٛاوان، لا نفاضلو بینہم، یِمن اندر ٲسۍ نہٕ أسۍ اتھ فضلس اندر کمپیر کران بالکل تہِ کِہیٖنۍ. اور یِتھے کٔنۍ محمد ابن الحنفیہ، تِمن نِش چھُ صحیح ثابت، تِم چھِ بیان فرماوان قلتُ لأبی، محمد ابن الحنفیہ کم چھِ، محمد ابن الحنفیہ چھِ علی رضی اللہ عنہ سٕنٛدۍ فرزند، تِم چھِ بیان کران مےٚ پرُژھ پننِس مٲلِس ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ ؤنۍتو حظ لُکو اندر کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پتہٕ، فقال ابو بکرن، علی رضی اللہ عنہ چھُ پانہٕ جواب دِوان ابو بکر صدیٖق، تَمہِ پتہٕ آو بیٚیہِ سوال کرنہٕ ثم من، تَمہِ پتہٕ کٕم حظ، قال عمر، تِمو دیُت جواب ثم عمر، امہِ پتہٕ عمر رضی اللہ عنہ. سائل چھُ بیان فرماوان وخشیتُ ان یقول عثمان، دپان مےٚ گوٚو پننہِ جایہِ خوف کہِ اگر بہٕ علی رضی اللہ عنہس ترٛیِم سوال ونہٕ امہِ پتہٕ کُس حظ چھُ، تِم ہن کٔمۍ سُنٛد ناو، عثمان ابن عفان سُنٛد، مگر مےٚ دوٚپ ثم انت، اَمہِ پَتہٕ چھُو حظ تُہۍ،
علي رضي الله عنه جواب ديوان: ما أنا إلا واحد من المسلمين، بهذا جزء مسلمان أندر أك مسلمان. قو علي رضي الله عنه شبان يمشي صراحة كران بيان كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار بكوت زاد أفضل ورأمبت شكمز أمبتش عمر رضي الله عنه ورأمبتش عثمان رضي الله عنه فأمبتش علي رضي الله عنه. تيكشا يشو سون اعتقاد كا يمتي أهل السنة والجماعة شو تمشي تمام صحابة هنس تزكية كران تمام صحابة هنس تعريف كران تتيكن يتكن الله تعالى انت هنس تعريف كر تعريف كشا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تو يا شو بهترين أمة أمة أندر ساري خد بهتر كم شو صحابة يقول قد نت يلقب يا آيات أي قد نت كهند خطر صحابة هند خطر. ٹھیک شا العلامة البغدادي رحمه الله شي أصول الدين كتاب أندر بيان كران يم بقية صحابة شي تمن كتكن دي مو اسمين تفضيل تهين درجات كتكن كرويز بيان كران: أصحابنا مجمعون سين سيتي شي إجماع اتفاق يتبت كران كي أفضلهم صحاب أندر يمساري قد أفضل صحابي شي تيمكم شي الخلفاء الأربعة صور خليفة تهند ترتيب مطابق خلافة أندر يستمن ترتيب. ثم الستة الباقون بعدهم أم باتيم عشر مبشرة أندر ده بقي صحابة شو كسكس طلحة رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعيد بن زيد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. ٹھیک شا گو گۄڈٕنٮ۪تھ گٔے ژور خلیفہٕ تِہنٛدِ خلافت کہِ ترتیٖب اعتبار، تَمہِ پَتہٕ گٔے باقٕے سِتہ کۄمو اَندَر، باقٕے شےٚ کۄمو اَندَر عشرَے مُبشرو اَندَر، تِکیٛازِ تِمَن اَندَر چھِ خلیٖف ژور یِوان. اَمہِ پَتہٕ ثُمَّ اَلْبَدْرِیُون، اَمہِ پَتہٕ گٔے بدری صحابہ، تَمہِ پَتہٕ گٔے ثُمَّ اَصحابُ اُحُد، تَمہِ پَتہٕ گٔے اُحدی صحابہ یِمو جنٛگہِ اُحُد لوٚڑ، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية والآن قد جاي تيم لوك يم بيعة رضوان صلح الحديبية أندر موجود إيش تيم صحابة إيش صحابة متعلق أكثر تيب زي كم شو قدنات أفضلية تس أندر تيم قد كم شو تيم قد كم شو ورا قد شو بقية أصحاب. ما كنت أتاني بروكن طيب بروكن بيان كي يسأسا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تو عمر رضي الله عنه شو تهندس فضيلة تس أندر شو اتفاق سيري علماء چاہے صحابة استن يا تابعين استن يمچ متفقيات پر كي أبو بكر الصديق شو ساري خط أفضل اور تام پت عمر رضي الله عنه. ونيوس عثمان رضي الله عنه تو علي رضي الله عنه شو يمن أندر گو اختلاف سلف أندر ميان تا أئمة أندر ميان زي يمو اندر كوس شو زياد افضل اور اكثريت شا كات مت مت كات سيت وابستگي تمام اكثريت شا يمن اندر ي بيان كران كي عثمان رضي الله عنه شي مفضل، عثمان رضي الله عنه شي مقدم، علي رضي الله عنه ان بيت يتقن خلافه اس اندر تي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شي بيان فرمان كي سفيان الثوري بيه أهل الكوفة يمشي تمن أندر أك جماعة تم أيس ترجيح ديوان كمس علي رضي الله عنه سندس أفضل آسنس عثمان رضي الله عنه انبت مگر بيان كران كي سفيان الثوري تمن سيد سيد باقي كيان لكتش تم يمو أمبت أمي قول نشكه كر رجوع كر وريتيكين بعض أسلاف تم تي يم أهل مدينة هو أندر مدينة أندر روزن ويلس تيمو كور أت مسلس أندر كيا توقف يتكن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله نش ثابت شو تيمو إس أت أندر كيا كران توقف اختيار تيمو إس نيمو دايو مز كنس مقدم كران فضيلة اعتبار كهنتي. مگر بياك أك رواية شتي هنز مالكين هنز زي تيمو إس عثمان رضي الله عنه مقدم كران كومن بيت علي رضي الله عنه بيت يتكين باقي أيمان هن
مذهب شو جاي شافعي استن يا أبو حنيفة استن يا تهين أصحاب استن يا أحمد بن حنبل رحمه الله تهين أصحاب استن يا بقية أئمة الإسلام استن سمو شيوان يوتا جو أت أندر اختلاف كي أم بطوط بياكك مصل زي يوس شخص علي رضي الله عنه واس مقدم كيري كيمس بيك عثمان رضي الله عنه سبيك كيا سويا أهل بدعته أندر تصور كرني كنا أت متعلق شو قول يم أحمد بن حنبل أسنش بان ثابت شو أحمد بن حنبل شو أكي قول مطابق وانان يوس علي رضي الله عنه واس كيا كاري تقديم دي مقدم كاري عثمان رضي الله عنه سبيك شو بدعتي سواسة شو بدعة أهل بدعته أندر وربيا قول شو أت براكس ولذلك انت ايوب السختياني احمد بن حنبل الدار قطني رحمهم الله بيان فرموان كي يوس هسا يوس هسا علي رضي الله عنه ان سكند أيوب السختياني أحمد بن حنبل رحمه الله الدار قطني رحمه الله يمسيري بيان كرانكي من قدم عليا على عثمان يوس شخص علي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أن مقدم كذي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار تمكر بيان تم جنزري أبوالو أندر تمام مهاجرتي تتمام أنصارتي شو مجموع الفتاوى جلد نمبر صور صف نمبر صور تشتو من شو مسل يم عثمان رضي الله عنه اسم مقدم شكرا كمان بيت علي رضي الله عنه ان بيت تمنش مختلف أدلة يمو أندر اس أخ دليل بيان كركي صحيح بخاري أسندر شو ابن عمر رضي الله عنهما شو بيان كران أسيس نبي أكرم صلى الله عليه وسلم من هندس دورة أسندر أبو بكر الصديق أس برابر كهن كنسيدر كران تيم بات عمر رضي الله عنه أور تيم بات عثمان رضي الله عنه يمن ترين صحابيا متعلقة وذكر بيان كران أم بات أسيس نبي أكرم صلى الله عليه وسلم من هند صحابات راوان تمن متعلقة اسنه اسي تفاضل كران كهن تير يات مسألة شو ضروري إذ دي مو بيس إكس مسألة كنت إشارة سوغو زي علي رضي الله عنه تم معاوية رضي الله عنه يمن دون درميان غو أك فتن واقع يمن غو بان من اختلاف يش معلوم اور أت اختلاف كي أمي اختلاف كي حوالي شو صحابة هنز أمسات رجامات غسان آخ جماعت چھ پنی جائے اجتہاد کران اور تمن چھ باسان پنی غالب گمان تہ پنی اجتہاد اعتبار کہ علی رضی اللہ عنہ چھ حقس پٹھ اور تم چھ علی رضی اللہ عنہ سن سپورٹ کرت کیا کران باقی یس یس باقی جماعت چھ تمن سیت کیا کران قتال کران آت بار اکس چھ بیاخ جماعت پنی جائے صحابن ہز تمن تہ چھ اجتہاد آسان پنس اجتہادس پہ مبنی تمہ باسان کہ معاویہ رضی اللہ عنہ چھ حقس پہ تو اس وی ات ست بغاوت کرن واجن بیاکھ جماعت تمن سی تم لڑان اور تریم جماعت یس صحابن سو سو جماعت یم ات مسلس اندر امہ سات کیا کران توقف کران اور سون عقید کیا یمن متعلق سون عقید کیا یمن متعلق بيان كران كي يمو مجتهدين واندر المصيب بأجرين اشي وانان كي يس اجتهادس اندر امبت درست اوس
تمس حسن بلان زاجر والمخطئ بأجر اور يمس وين ات اجتهادس اندر خطا گو تمس ہسا چھ اخ اجر اور اللہ تعالی نہ ہسا چھ گواہی دسمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ گواہی دسمس تمام صحابن ہند عدالت چھ یت کن اس گڈ نتی بیان کور ٹھیک چھ اس لیے یس یہ مسل چھ گڈنیتھ بنیادن پز نہ اکس انسانس ات مسلس من وسن زی وۄنۍ بیٚہمو أسۍ آمت الناسس برونٛہہ کَنۍ نِنہِ اَمہِ پَتہٕ وَنو أسۍ تِمن ؤلِو سا بہٕ ہیٚچھناوو تُہۍ وۄنۍ صحابن درمیان گوٚو کُرسِیَن پٮ۪ٹھ لڑٲے صحابن درمیان گوٚو یِتھ کٔنۍ اِختِلاف تِمو کوٚر اکھ أکِس سۭتۍ جنٛگ اے یہِ کُس سا دیٖن اوس وغیرہ وغیرہ یُس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ دیٖن ٲسۍ نہ پیش کَرُن گۄڈنِکسٕے عوانس اندر پَزِ أمِس نِش کیاہ کَرٕنۍ دوٗری اِختیار کَرٕنۍ وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تقدیٖر مُطابِق تُہۍ گٔیو اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیت ٲس اتھ اندر زِ تُہۍ گٔیو اتھ مسلس اندر دٲخل زانُن چھُ اتھ معاملس اندر کٔرِو تُہۍ کٲم تُہۍ ٲسِو نہٕ اتھ معاملس اندر امہِ پتہٕ کٲنٛسہِ صحابس متعلق بُرٕ بل ونان کِہینۍ تہِ تۄہہِ اگر یہِ پرُن چھُ مثال کے طور پر کانٛہہ عالمی دیٖن چھُ یا کانٛہہ چھُ پرناوان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ سُہ کَرِ کٲم سُہ پَرنایہِ مگر یہِ تہِ وَنہِ لُکَن سۭتۍ کہِ اَتھ اَندَر چھُنہٕ اَسہِ فٲیدٕ نہ دیٖنہٕ اعتبار نہ عقایدو اعتبار نہ کُنہِ فلسفہٕ اعتبار کُنہِ قٕسمُک نہ چھُ دیٖنَس اَسہِ کانٛہہ نۄقصان نہ چھُ یقیٖنَس اَسہِ کانٛہہ پرٛابلِم گژھان اگر أسۍ یہِ مَسلہٕ پَرو یا نہ پَرو اَمہِ سۭتۍ تہٕ وۄنۍ اگر اَتھ اَندَر گٔے تہِ تعلیٖمہِ اعتبار یا کانٛہہ آسہِ یَژھان یِم تعصُب پرست آسَن اَتھ مسلَس اَندَر تعصُب اِختیار کَرَن وٲلۍ آسَن تِمَن رَد کَرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ اعتبار ہیٚکہِ اَکھ اِنسان یِمَن مسایلَن مُتعلِق کیٛاہ کٔرِتھ جانکٲری حٲصِل کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ تہٕ مگر تیٚلی ییٚلہِ أمِس خبرت آسہِ ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسہِ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس علماہَن ہٕنٛز کیٛاہ آسہِ پٮ۪ٹھٕ تربیت آسہِ پٮ۪ٹھٕ روٗد سوال آمت الناس آمت الناسن پَزِ نہٕ یِتھٮ۪ن ہِوٮ۪ن مسلن اندر دٲخل گژھُن کینٛہہ نہ پَزِ آمت الناسس برونٛہہ کَنۍ یُتھ ہیوٗ مسلہٕ بیان کرُن تِکیازِ تِم چھِ اکثر آسان ناخوانٛدٕ تِمن چھُنہٕ معرفت آسان ییٚمہِ چیٖزٕچ کینٛہہ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ وَنو یِمن صحابن ہُنٛد اوس اجتِحاد ہُنٛد اوس اجتِحاد أکِس مِلے زٕ اجر أکِس مِلیو بیٛاکھ اکوے اجر سہا یِم آمت الناس چھِ آسان جاہل تِم ہٮ۪کن کٲنٛسہِ صحابس مُتعلِق اَمہِ پتہٕ بدرت تہِ ؤنِتھ تہٕ بُنیٲدی قٲیدٕ اکھ وَنہٕ بہٕ یِم طالبہِ علم آسن نہ یہِ قٲیدٕ چھُس بہٕ کوٗشِش کران تۄہہِ تانۍ ییٚمہِ موٗجوٗب واتناوُن تاکہِ تُہۍ پھٲلٲیِو یہِ آمت الناسن درمیان مطلب کثرت سان سُہ گوٚو ابوٗ زُرعہ الرازی رضی اللہ عنہ سُنٛد یہِ چھُ قول مگر یہِ قول یُس چھُنہ یہِ چھُ قایدٕہٕچ عظیٖم قایدٕہٕچ حیثیت تھاوان سُہ گوٚو اِذا رَأَیْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کانٛہہ شخص وٕچھوُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس کٲنٛسہِ أکِس صحابس مُتعلِق تہِ بُرٕ بل وَنان کُنہِ قٕسمُک کینٛہہ نُقُص کَڑان تٔمِس اَندَر زٲنۍزیو یہِ چھُ زِنٛدیٖق تِکیازِ رسول چھُ حق قُرآن چھُ حق یہِ کینٛژھا قُرآنہِ کٔریٖم ہیٚتھ آو یہِ کینٛژھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚتھ آے سُہ چھُ حق اور یہِ سورُے حق واتنو اَسہِ تانۍ کَمو صحابو اور یِم زِندیٖق کیٛاہ چھِ یَژھان کَرُن یِم زِندیٖق چھِ سانٮ۪ن یِمن گواہَن یَژھان مجروح قرار دِنۍ یِہٕنٛز تجریح یَژھان کَرٕنۍ تاکہِ یِم کَرَن قُرآنہِ کٔریٖم تہٕ سُنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دِنۍ یِم باطِل قرار یہِ گژھِ تھاوُن یہِ قا یہِ تھٲیِو تُہۍ أمۍ سُنٛد یہِ قول یُس چھُ ابوٗ زُرعہ الرازی سُنٛد یہِ قول تھٲیِو تُہۍ کیٛاہ یاد ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کانٛہہ شخص اور ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ وٕچھوُن نہ کانٛہہ تہِ شخص یہِ پَتہٕ مُفسرِ اعظم ٲسۍتَن پنٛنہِ وقتہٕ گُزریومُت یہِ پَتہٕ بانی مِلت ٲسۍتَن یہِ ٲسۍتَن کینٛہہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وٕچھو کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ أکِس صحابَس مُتعلِق نُقطہ چیٖنی کَران زٲنۍزیو یہِ چھُ زِندیٖق اَمہِ پَتہٕ أمِس شخصہٕ سٕنٛز کِتاب اَمہِ نِش پَزِ اٮ۪وایِڈ کَرُن یِتھٮ۪ن یِتھٮ۪ن نام نِہاد عالمی دیٖنَن علماے سوٗ یِم چھِ علماے باطِل یِمَن نِش پَزِ اَسہِ کیٛاہ کَرُن اِجتِناب کَرُن شارحِ کِتاب چھِ بیان فرماوان وَصِدیٖقُ یُس ہسا لفظ صدیٖق چھُ صیغتُ مُبالغتٍ مِنَ الصِدْق دَپان یہِ ہسا چھُ سے گٔے مُبالغہ کَمہِ اَندَر صِدقہٕ اَندَر
صدق شوانان ما هو ضد الكذب. صدق شوانان يس كذب بس يعني ابزس ابوزيت اسف. الله تعالى شكر آن كريم سندر بيان فرمان وامه صديقه اور تم سنز يس والده اس كه اس صديقه يعني مبالغه في الصدق سهسا اس سچي اندر پوز ورنس اندر مبالغه كارن واجن. سبب شي ما بيان كرن زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه كاز او صديق ون يمسات نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ان اسراء او كرن مسجد اقصى بيت لوك استات متعلق كات كران اور بعض لوك سب دي مرتد يمو ايمان تو اس ان مت اور بيس تصديق تكرمز اور ام پت گئی کیا شخص مشركو اندر ابو بكر الصديق رضي الله عنه نش اور ام پت لگ ون کی تہند ساتھی حض ونان تمس حس پنہ جائیں گمان کہ تم آئی رز اندر سر کرنا بیت المقدسس تان تو ابو بکر صدیق ات جوابس اندر بیان فرمان کیا تمو وون یہ چیز تم اہن حظ تمو وون اور امہ پتہ بیان فرمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وون تمو وون پوز تیل قالوا اوا تصدقوه کیا تشوا تمس تصدیق کران اے ابا بکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو رس اکس حصس اندر مسجد حرام پہ بیت المقدس اور ام پت آو صبح گھن بروٹھی واپس دس آ بس تم سن تصدیق کران بس تصدیق کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاں فون دیکھتی ہے ابھی ماروں گا اني لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك بيان كران كي بحاسا چوس رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنس تصديق تحت معاملة سندر كران يوس ام خط بعيد چو سو كيا گو بحاسا چوس تهنس تصديق كران آسمان چن خبرن هنس يوس تم استان صبح شام وار انان چو اور يوس ابو بكر صديق رضي الله عنه تصديق امسات رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنس كر أمي بدولت أت بنياد اسبت آو تمن كيا الصديق لفظ دين قرآن كريم اس اندر تا احادیث اندر چه واریه زیاد دلائل يم ابو بكر صدیق سندس افضل افضل الصحابة اس نسبر دلالت چکران يم کرو انشاءاللہ اس نیکسٹ درس اس اندر بیان يمني کلمات ان پت کرو اس اکتفاء اللہ تعالی اس مگو اللہ تعالی دین اس دین هشنوك توفيق باكن هشناونك توفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يمتي